بلال الشبكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل. عملت سابقا كمحاضر في الجامعة العالمية الإسلامية في ماليزيا وفي جامعة النجاح في نابلس. أيضا عضو شبكة السياسات الفلسطينية وعضو الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية. مثل ما حكى الأستاذ سامر، أهلا وسهلا فيكم من جديد في أكاديمية دراسات اللاجئين. إن شاء الله فصل موفق ومبروك النتائج، يعني حسب ما سمعنا هي نتائج ممتازة. هذه المرة الأولى التي أشارك فيها مع أكاديمية دراسات اللاجئين، وأنا فخور بهذه المشاركة، وأتمنى أن يكون هناك يعني فائدة ومنفعة للجميع. إسهاماتي في الحقيقة في المجال البحثي تتركز على قضايا التحول الديمقراطي والحركات الفلسطينية، بالإضافة إلى دراسات الهوية السياسية. بالنسبة لموضوع اليوم، بالرغم من أن المحاضرة في أساسها هي بعنوان تاريخ المفاوضات الفلسطينية، وعملا بضرورة الالتزام بالخطة الدراسية المقترحة من قبل الأكاديمية، إلا أن المحاضرة ستأخذ منحى تحليل التاريخ أكثر من كونه يعني تعريف بالتاريخ. لأنه إذا كانت المسألة مجرد عملية إعادة تقديم التاريخ بمفردات جديدة، فأظن أن المنفعة ستكون ضئيلة جدا، لأنه أي واحد فيكم الآن وهو مهتم بالقضية الفلسطينية قادر على أن يصل إلى هذه المعلومات دون الحاجة إلى من يرشد إليها، لأنه أصبحت الآن متاحة ومن أكثر من مصدر. الآن بالنسبة لنا القضية الآن هي إعادة قراءة للتاريخ بمنطق تحليلي، ودون أن يكون هناك تركيز على دعونا نقول المعلومات الرقمية أو المعلومات المكانية، بحيث تكون الفكرة أساسا من نقد تجربة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. أنا الآن سأخفي شاشة الدردشة لأني أركز معها كثيرا، لا أعرف كيف أتجاهلها، سأتجاهلها الآن. سأقرأ الأسئلة لاحقا، لن يكون هناك فرصة للإجابة على كافة الأسئلة بحكم عدد المشاركين. هناك بعض المشاركين ينبهوا أن الصوت مش موجود، لكن هو عند الأغلبية موجود، لذلك أرجو أن يتم حلها بشكل فردي، ربما تكون مشكلة في الأجهزة التي تستخدمونها. على أي حال، النقاش لن يؤجل إلى نهاية المحاضرة، سيكون داخل المحاضرة لكن في سياق الأسئلة التي تكون في صلب الموضوع. القضية الفلسطينية بالنسبة لكل عربي وفلسطيني هي، ولكل مسلم ربما، هي قضية حقوقية، بمعنى أنه أساس الخلل أو أساس بداية هذه القضية هي قضية حق وباطل، هي قضية فيها استيلاء على حقوق الفلسطينيين لصالح جماعات مستجلبة من جهات مختلفة من العالم، وضمن سياقات ومتغيرات عالمية خصوصا في منطقة أوروبا. الآن كلمة مفاوضات من البداية هي التي تثير إشكالية حقيقة، أنه في اللغة العربية فاوض بمعنى بادل الحديث، لكن هذه الكلمة هي مستقاة بشكل أو بآخر من علوم تجارية أو قانونية، تعني أن القضية قيد النقاش هي ليست قضية فيها حق وباطل، وإنما قضية خلافية يمكن أن تكون محلا للتسوية. وهون بلشت المسألة تأخذ منحى مختلف، لأنه لما حين نتحدث أن هناك فلسطيني أو عربي أو مسلم على استعداد لإدراج هذه المفردة كأساس للتفاوض، سوري، كأساس للعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فهذا يعني أن القضية محل التفاوض هي قضية جدلية يمكن أن نصل فيها إلى تسوية، وهنا أخرجناها من معادلة الحقوق إلى معادلة النزاعات غير المثبتة صحة رواية أحد أطرافها. على أي حال،
هذا لا يعني أن كل تفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يحكم عليه بنفس الطريقة، إنما ما هي القضية التي يتم التفاوض عليها؟ وهنا يجب أن نفرق بين إمكانية أن يكون هناك مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في سياق عملية تحقيق مرحلي للحقوق الفلسطينية، ومفاوضات أخرى تجري من أجل ترسيخ أو دعونا نقول تعزيز الواقع القائم الذي يعني يعتبر بدون أدنى شك لصالح الاحتلال الإسرائيلي. هلا إذا بتشوفوا مع بعض في يعني في السلايد الثاني هون ممكن نشوفه مع بعض، إنه السائد لدى المجتمع الفلسطيني ولدى المجتمعات العربية إنه كلمة التسوية السياسية وربما المفاوضات مرتبطة بأوسلو ومدريد، بحكم إنه هذين الحدثين هما يعني اللذان أفرزا حالة جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن أساس هذه المفاوضات ممتد في التاريخ إلى أن يصل إلى قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي وما قبلها، وبالتالي المسألة ليست مرتبطة بأوسلو ولا مرتبطة بمؤتمر مدريد، إلا أن هناك حالة من حالات التفاوت في ماهية هذه المفاوضات وقفزة نوعية جرت في بدايات التسعينات من القرن الماضي. منذ بداية القضية الفلسطينية بشكلها الحديث، بمعنى تحولت من صراع مع بريطانيا ويعني كدولة انتداب بين قوسين في هذه المنطقة، إلى صراع مع كيان جديد أفرزت معه النظر إلى الفلسطيني بطريقة مختلفة وتسيء إلى الفلسطيني. منذ أن قامت دولة إسرائيل عام 1948 بدأ ينظر إلى كل المشكلة القائمة نتاجا لهذا الكيان الجديد على أنها مشكلة إنسانية. وهون الخطورة التي يعني مثلت يعني أهم نقطة يجب على الفلسطيني أو وجب على الفلسطيني آنذاك أن يحاربها، بمعنى أنه صحيح القيام دولة الاحتلال أفرز الكثير من المشاكل الإنسانية، أفرز الكثير من الضحايا، الأسرى، النازحين، اللاجئين، الشهداء، لكن في نهاية المطاف لا يمكن النظر إلى هذه القضية بأي شكل من الأشكال على أنها قضية إنسانية فقط، بمعنى أنه كل هذه الآلام التي دفعها الفلسطيني تؤطر في سياق أزمة إنسانية. بدنا الآن نأصل ليش المشكلة أنه نحكي أنه في أزمة إنسانية بفلسطين. إذا ما تحدثنا عن هذه المسألة على أنها أزمة إنسانية فقط، فهذا يعني أنه ننظر إليها كما ننظر إلى ضحايا أي كارثة طبيعية كزلزال أو بركان أو غيره، وهو ما يعني بلغة السياسة غياب الخصم أو غياب المسؤول الذي يجب محاسبته في هذا السياق. إن نقول أنها قضية إنسانية فهذا يعني أنه لا يوجد احتلال يتحمل هذه المسؤولية، نحن نتعامل على أساس أن هناك ضحايا فلسطينيين، نعترف بالضحايا الفلسطينيين، هذا لسان المجتمع الدولي آنذاك، هذا لسان الكثير من الأمم آنذاك أن هناك ضحايا فلسطينيين، لكن من المسؤول؟ المسؤول ترك أو يعني وكأنه القضية يعني أصبحت يعني لا يوجد من يمكن محاسبته عليها، يعني قيد ضد مجهول بشكل أو بآخر، مع أنه واضح للعيان، مع أنه يعني حقيقة صارخة وفاقع لونها، إلا أنه تم الحديث مع الفلسطينيين كضحايا لأزمة إنسانية. بالتالي إذا ما نظرنا إلى هذا الأمر على أنه أزمة إنسانية، فالحل هو حل إنساني، وهذا أيضا ما راكم من الضغوطات على الشعب الفلسطيني ونخبه السياسية آنذاك، أنه أنتم بالفعل تتعرضون للأذى في هذه المرحلة، والحل يكمن في أن نحسن من ظروف الحياة.
لذلك إذا يعني ما نظرنا سوية إلى المقترحات التسوية الأولى، ربما هي الشرائح تتحرك ببطء عندي الآن. أوكي، هل تستطيعون يعني رؤية الشرائح معي؟ أظن أن الأمر متاح لكم. أنا أبحث لكم الآن عن بداية هذه التسويات، لأن نحن لن نمر على كل سلايد موجود في هذا الملف. نعم، إذا ما رأيت مثلا مشاريع التسوية من 48 إلى 67، المشروع النرويجي ومشروع جاما الأمريكي وجونستون الأمريكي ودالاس وغيرها من المشاريع في تلك الفترة، كلها كانت تأتي يعني لمن لا تتغير لديه شرائح فلينتظر قليلا، هي تتغير بالتدريج، كلها تأتي في سياق النظر إلى أن هناك مجموعة من السكان الفلسطينيين، دون الحديث عن كونهم يعني جماعة سياسية لها هوية وطنية، يتم التحدث إليهم بأنه لديكم مشكلة اقتصادية وسنحلها على أساس اقتصادي، وكأنه تم اختزال كل القضية في أن هناك مجموعة من اللاجئين الموجودين الآن في بعض المناطق العربية أو ما عرف آنذاك بدول الطوق، الأردن وسوريا ولبنان ومصر وحتى وصولا إلى العراق وبعض الدول الأخرى في العالم. هذه المشكلة حلها مثلا يعني حين طرح الأمين العام للأمم المتحدة عام 1959 كانت الحلول في إطار توطين للفلسطينيين في الأماكن التي نزحوا إليها أو لجأوا إليها. إذن الحل الأول بالنسبة للمجتمع الدولي كان هو في أن يتم احتضان هذه الشرائح المهاجرة من الأراضي الفلسطينية وتوطينها، بمعنى إكسابهم جنسية البلاد التي لجأوا إليها. إكسابهم جنسية البلاد التي لجأوا إليها هذا يعني بشكل أو بآخر أنه إنهاء حق العودة قبل أن يبدأ الحديث عن مثل هذا الحق. وفي هذا السياق تم تطوير آليات جديدة للتعامل مع مثل هذه الأطروحات في سياق عملية شرعنة لهذا الحل. يعني كل ما أنشئ لاحقا من مؤسسات، أبرزها وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كل ما أنشئ من مؤسسات للتعامل مع الفلسطينيين في هذا السياق كانت في إطار محاولة نعم مكتوب توطين اليهود، هذا خطأ يعني في الطباعة بالنسبة لمن يسأل، أنه في السلايدات مكتوب توطين اليهود في البلاد العربية، كانت الأطروحة تشمل توطين الفلسطينيين في الدول التي لجأوا إليها واعتبار اليهود الموجودين في أراضي فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية هم مواطني دولة إسرائيل. على أي حال، إذن الحل بالنسبة لمن تداول قضية الفلسطينيين كان في إطار التعامل معهم في سياق إنساني، وهذا الأمر استمر لفترة يعني فترة تقارب 10 سنوات منذ قيام دولة إسرائيل، إلا أنه ما دخل يعني دخلنا في مرحلة جديدة حين تبدلت بعض الظروف في عام 1956. ولو سألتكم أنا عام 1956 إيش اللي صار آنذاك، حد فيكم بخطر في باله إيش هي أبرز قضية حصلت عام 1956؟ أنا يعني الآن أشاهد بعض الإجابات حتى نعم، العدوان الثلاثي، ما عرف بالعدوان الثلاثي. هلا في كثير من الأحيان حين يطرح العدوان الثلاثي على مصر يطرح في سياق كونه غير مؤثر على القضية الفلسطينية بشكل مباشر، مع أنه كان ينذر ببداية تحول حقيقية في كل المسار التي يعني يحكم القضية الفلسطينية. أنه حرب عام 1956 شو نتائجها كلنا درسناها عرفناها، لكن الأهم من ذلك أنه ما أعلن يعني الإعلام غير المباشر عن بروز
قوة دولية جديدة حقيقية أقوى من بريطانيا وفرنسا آنذاك، لأن بريطانيا فرنسا إسرائيل قاموا بالعدوان الثلاثي على مصر، لكن أجبروا على التراجع بقوة واشنطن وموسكو، وهي معادلة جديدة الآن، بأنه بالضبط أمريكا وروسيا الآن دخلوا بقوة أكبر، بالرغم من أنه كان بعد الحرب العالمية الثانية الدخول، لكن بالنسبة للقضية الفلسطينية كانت الحرب عام 56 هي، أو العدوان عام 56 هو إعلان لدخول أمريكا بقوة أكثر من بريطانيا إلى هذه المنطقة. هلا ما الذي يعنيه ذلك؟ أنه في حالة تبدلت القوى الدولية معناها أنه الأطروحات ستكون يعني مختلفة، لكن الوقت يعني لم يسعف العرب ولا النخب الفلسطينية لاستغلال مثل هذا التطور، لأنه سنوات محدودة جدا حتى وجد الفلسطينيون أنفسهم أمام حقيقة جديدة. هذه الحقيقة تتمثل في أنه الجزء المتبقي من فلسطين خارج سياق دولة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك أصبح الآن تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، بالإضافة إلى مناطق مجاورة في مصر وبقية دول الطوق لفلسطين. وهون الشيء اللي صار إنه في مثل هذه الأجواء الإقليمية والدولية بدأ الفلسطيني يشعر بأنه الحل ليس عربيا. أنه منذ عام 1948 والناس بتحكي أو بتستنى أن هناك ردة فعل عربية قد تؤدي إلى يعني إزالة هذا الكيان وإعادة الأمور إلى نصابها، لكن في عام 67 الأمور اختلفت بشكل كبير. وما أساء إلى الفلسطيني آنذاك أنه قبل هزيمة عام 1967 بدأنا نشهد بعض الأطروحات العربية التي تسير في إطار الحلول الجزئية، بمعنى لسه احنا ما نتكلم عن مفاوضات، لم نتكلم عن مفاوضات مباشرة فلسطينية إسرائيلية وعربية إسرائيلية، إنما نتحدث عن أطروحات، وهذه الأطروحات كانت الأرضية التي على أساسها بدأت عملية التسوية. مثلا إذا كنتم يعني تتابعون معي الآن السلايد الموجود اللي هو مشروع الحبيب بورقيبة رئيس تونس عام 1965، يعني لو قرأنا مع بعض البنود هذا المشروع أو هذه الأطروحة، أن تعيد إسرائيل إلى العرب ثلث المساحة التي احتلتها لتقوم عليها دولة عربية فلسطينية، يعود اللاجئون إلى دولتهم الجديدة. بمعنى بدأنا الآن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن فكرة أنه المشروع الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية يمكن أن يجمعهما إطار واحد، وبالتالي انتقلت القضية الفلسطينية من قضية حقوقية سياسية إلى قضية خلافية يمكن تسويتها. أما هناك الكثير من المبادرات اللاحقة في هذا السياق، مثل ما تشير الأخت لينا، إلا أنه الفكرة الأساسية هون أنه وخاصة لما تقدم من دولة مثل تونس، بمعنى أنه لم يكن آنذاك تهديد لتونس حتى تخضع لمثل هذه الطريقة، إلا أنه كانت الأطروحات تسير باتجاه أن العرب بدأوا يتنازلون عن إمكانية تجزيء الحل. لمن يسأل، هناك سوزان تسأل ماذا يقصد بدولتهم الجديدة، أي الدول التي لجأوا لها؟ لا، المقصود هون أنه الحبيب بورقيبة يعلن أنه لا يوجد دولة فلسطين، نريد أن نأخذ ثلث المساحة التي احتلتها إسرائيل ثم نقيم عليها دولة فلسطينية جديدة، وأن يعود اللاجئ الفلسطيني من لبنان. يعني مثلا واحد لجأ من حيفا ويافا وعكا إلى لبنان أو سوريا لا يعود إلى حيفا وعكا، يعود إلى الدولة الفلسطينية أيا كانت حدود هذه الدولة. وهذا مشروع بالمناسبة مطروح حتى هذه اللحظة، أنه في حال أقيمة الدولة الفلسطينية على حدود 67 أن يعود اللاجئين من دول الخارج إلى أراضي 67 ولا يعودوا إلى أراضي
عام 1948، وهون أصبحت كمان مرة ما زال ينظر إلى الفلسطيني على أنه مشكلة إنسانية، وكأنه لا يجد مكان وفقط، وأي مكان آخر يمكن أن يفي بالغرض. المسألة بالأساس حقوقية، لأنه لو كانت الحسابات مادية اقتصادية لكان حل القضية الفلسطينية سهل جدا، لأنه على يعني مر تاريخ القضية الفلسطينية هناك دول كثيرة عرضت إمكانية التوطين حتى خارج سياق الوطن العربي. لكن حتى يعني في تلك المرحلة، النقطة الأخيرة، قوبلت المبادرة برفض عربي شعبي ورسمي شامل، بمعنى أنه لم يكن هناك ثقافة سياسية عربية يمكنها أن تتقبل إمكانية التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين. الآن هون كل مشاريع التسوية في الفترة من 48 إلى 67 تناولت القضية الفلسطينية على أساس إنساني وليس سياسي قانوني حقوقي. هذا هو الملخص، نحن لن نمر على كل مشروع، لكن الملخص بأنه هذه القضية قضية يمكن حلها بالمال، ويمكن حلها بأراضي جديدة تستوعب الفلسطينيين، وهذا الأمر كان مرفوض بالنسبة للفلسطينيين جملة وتفصيلا. هلا بعد حرب 67 أصبح سقف المطالب العربية منخفض، سقف المطالب الفلسطينية أيضا أصبح، دعونا نقول، ليس منخفض وإنما لا يعول كثيرا على أعمدة عربية ترفعه، لأنه بال 67 في الوقت الذي كان ينتظر فيه الفلسطيني أن يعاد تحرير أراضي 48، أصبح الفلسطيني الآن في مأزق جديد ويعاني معاناة جديدة، وأصبح الهدف الآن إزالة آثار العدوان الإسرائيلي. لكن حتى تلك الفترة كان العرب مصرين على أنه لا صلح لا مفاوضات لا استسلام، لكن يمكن الحديث عن حلول مرحلية إلى أن يتم تحقيق كافة الحلول. أنا أريد أن أمر بشكل متسارع حول تاريخ المفاوضات، لأنه نود التركيز في الجزء الثاني من المحاضرة حول مدريد، أوسلو وما بعدها. لماذا؟ ليس لأنه التاريخ ليس مهم، وإنما لأن أوسلو ومدريد أو مدريد وأوسلو وما بعدها هي التي أفرزت حالة على أرض الواقع، هي التي شكلت سياسات يمكن دراستها بالإضافة إلى التاريخ. على كل الأطروحات أنا ذاك كانت في سياق مثل ما حكينا التعامل مع الفلسطينيين في سياق إنساني، إلا أنه ما غير هذه المعادلة هو ظهور الحركة الوطنية الفلسطينية. يعني منذ بداية الستينات ويعني إلى اليوم، الإنجاز الأهم برأيي بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة لميمتافا تحديدا، لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأنها نقلت القضية الفلسطينية من سياقها الإنساني الذي يتعامل مع الجاني على أنه مجهول، ويتعامل مع القضية على أنها قضية ضحايا، إلى قضية سياسية. بالرغم من أنه ميمتافا لاحقا يعني تراجعت عن مثل هذه الرؤية بشكل أو بآخر، إلا أنه في تلك الفترة كان هذا هو الإنجاز الأهم برأيي، أن القضية الفلسطينية كانت قضية إنسانية تم تحويلها إلى قضية سياسي. حتى تلك الفترة، لمن يسأل هل هناك كان أطراف فلسطينية في تلك الفترة تمثل القضية، حتى تلك الفترة بالرغم من نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية، إنه الحركة الوطنية الفلسطينية لم يكن معترفا بها من قبل الكثير من الأنظمة العربية على أنها ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وبالتالي كان الحضور الفلسطيني هو حضور نخبوي برضا الأنظمة العربية، وخصوصا نحن نتحدث عن القوى المركزية بحكم المكان الجغرافي، نتحدث عن الأردن ومصر، وبالتالي هذه لم يكن هناك أطراف بمعنى أطراف أو تيارات سياسية بقدر ما هي شخصيات نخبوية. لاحقا بعد أن تحول مسار ميمتافا، أصبح ينظر إلى ميمتافا على أنها ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. حتى يعني بمدريد في مرحلة متأخرة، أنا هنا أجيب على سؤال لأحمد بن سعيد، حتى في مدريد في مرحلة متأخرة، حين شارك الفلسطينيون شاركوا ضمن وفد أردني،
يعني حتى بعد الاعتراف بينفا كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، كان هناك وصاية عربية على الفلسطينيين، وكانت في الغالب يعني يتم الاجتذاب الفلسطيني إلى الأردن وإلى مصر حسب الظروف السياسية والإقليمية. الآن كلكم أكيد اللي إذا مهتمين في القضية الفلسطينية بتسمعوا ب 242 338، اللي هي الأساس الذي بنيت عليه فكرة التسوية بشكلها الحالي، حل الدولتين. وعندكم في السلايد هون قرار 242 صدر بال67. شوفوا هون كيف الفكرة من القرار. نص المشروع على سحب القوات الإسرائيلية من أراضي احتلت في النزاع الأخير. أي نزاع الآن بنتكلم عنه إحنا؟ نحن الآن نتحدث عن 67. إذا خطورة هذا المشروع في الفول ستوب الموجود بعد رقم واحد اللي هي 67، بمعنى انه 48 اصبح ماله خارج سياق النقاش. وهون يعني اللي بدي، بالرغم من انه الان يطرح في سياقات فلسطينيه وعربيه على اساس 242 هو من يمهد لاقامه دوله فلسطينيه، الا انه 242 كان عمليا تكريس، مثل ما تشير لينا الآن، هو تكريس الأمر الواقع. ما هو الأمر الواقع؟ إقامة دولة إسرائيل عام 1948. الأمر الآخر، إنهاء جميع ادعاءات الحرب والاعتراف بالسيادة لأراضي دول المنطقة احترام، شوفوا كمان، إنهاء جميع ادعاءات الحرب والاعتراف بالسيادة لأراضي دول المنطقة دون تحديد هذه الدول، بمعنى نتحدث عن مين بين هذه الدول؟ إسرائيل. يعني قبل أن نتحدث عن التطبيع في مرحلة لاحقة، واعتبار إسرائيل جزء طبيعي من المنطقة الشرق أوسطية بين قوسين، الآن ب 242 ب 67 تم انتهاز الفرصة إلى أن يصار إلى اعتبار إسرائيل جزء متجانس مع المحيط العربي، وهذا الأمر كان واضح في البند الثاني. احترام حق كل دول المنطقة في العيش ضمن حدود آمنة معترف بها. التهديد آنذاك كان تهديد لمن؟ لإسرائيل. الخطورة كانت خطورة على من؟ على إسرائيل. الوجود المستحدث كان وجود لمن؟ لإسرائيل. وبالتالي كل هذه الطمأنة الموجودة في نص القرار 242 كانت تخدم إسرائيل، معنى وجودها، حقها الشرعي، حقها في أن تعيش ضمن حدود آمنة. وهون يعني أنا مثل ما حكيت لكم في البداية، نحن نعيد قراءة التاريخ، لأنه الآن إذا ما طرح في أي برنامج للدراسة الفلسطينية في الغالب يتم قراءة هذه الأمور على أساس أنها تخدم الفلسطيني، وهي في سياقها التاريخي كانت تخدم دولة الاحتلال. شوفوا النقطة الرابعة، تحقيق تسوية إنسانية عادلة لمشكلة اللاجئين إقليميا. إذا رجعنا هون لأي خيار في النقطة الرابعة، رجعنا لأي خيار إذا أنتم متابعين معي بالضبط، إلى الخيار الإنساني. يعني لا يوجد هوية سياسية. أساس المشكلة عندنا بفلسطين هي مشكلة هوية، لأنه إسرائيل المشروع الصهيوني ومن يساندهم ينكروا أن هناك شيء اسمه هوية سياسية فلسطينية، حتى يعني في غالب الأحيان يشار إليهم على أنهم سكان فلسطينيين. يعني كمان في من باب يعني حتى لا ننساها، كيف المفردات تصاغ في النقاط السابقة، كان من أراضي احتلت عام 67. وانتم يعني كوننا عرب ندرك انه من تفيد التبعيض، بمعنى حتى ضمن مشروع إقامة دولة فلسطينية على جزء بسيط من الأرض الفلسطينية، هي ليست كل 67، معنى على إسرائيل أن تنسحب من أراضي من فيها يعني نكرة، الأراضي نكرة مش معروفة شو هي الأراضي، مثل ما يشير إسلام أو تشير إسلام إنه غير محددة، غير معروفة، وأيضا مجتزأة، يعني ممكن تكون 1%، 2%، 10%، 70%، 99%، الأمر متروك. وهذا الأمر، هذا الخلل يعني هو شكل يعني محور جدل حالي، إنه أين ستقام دولة فلسطين.
ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة. شوفوا اقرأوا الآن وتخيلوا حالكم عايشين بتلك المرحلة. مين المستفيد من كلمة ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة؟ هل كان الفلسطينيون لديهم يعني أساطيل بحرية وبحاجة إلى أن يكون هناك تجارة دولية و إسرائيل الناشئة هي المستفيدة. وهون كمان مرة كل النقاط يعني بالإضافة إلى ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال لكل دول المنطقة عن طريق إقامة مناطق مجردة من السلاح في الوقت اللي إحنا كان فيه مشروع ديمونا. حد بعرف إيش هو مشروع ديمونا؟ المفاعل النووي. يعني شوفوا النص هون بيحكي إنه ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال لكل دول المنطقة، وفي نفس الوقت ديمونا برعاية فرنسية بالرغم من أنه ما كان مسموع يعني مثارة هاي القضية، إلا أنه تحكي لنا بشكل صارخ عن أنه كل بنود هذا القرار ماله تخدم الكيان الإسرائيلي. في أحد المشاركين حكى أنه كيف العرب بيوقعوا على مثل هيك شيء؟ العرب ما وقعوا، هذا قرار أممي، لكن مشكلة العرب الآن إنهم يعتبروا 2-4-2 هو أساس الحل. حتى نمشي شوي في هذا السياق، يعني ما بدنا نرجع لأبرز عيوب القرار لأن إحنا ناقشناها بشكل أو بآخر، لكن شوفوا الآن في ذلك الوقت مين اللي رفضوا، مين كافأ؟ وكل المنظمات الفلسطينية رفضت 2-4-2 لأنه هذا تصفية للقضية الفلسطينية. مين اللي وافق عليه؟ الأردن ومصر. حد فيكم ممكن يعرف ليش الأردن ومصر ممكن توافق على قرار 2-4-2؟ طبعا الموافقة لا تعني التوقيع، هو مش دورهم يوقعوا أصلا. إيش السبب اللي ممكن يدفع الأردن ومصر؟ لانه لا يعني هي يعني نحن هنا في مثل هذا السياق الاكاديمي نريد ان نقراها بشكل ادق، انه الاردن ومصر كانت تلعب دور يعني الوصي على فلسطين، وبالتالي اسهل طريقه للتخلص من هذا العبء الملقى على أكتاف العرب وخصوصا مصر والأردن أن تنهي هذه القضية، لأن الدول العربية آنذاك كانت عاجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى عن القيام بأي عمل. طبعا الدول نحن نتحدث عن الأنظمة السياسية، عن أي عمل يدخلها في مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الأساسية بالنسبة من وجهة نظري، طبعا هنا نحن نتحدث عن رأي تحليلي أكثر من كونه معلومة، إنه الأردن ومصر كانت ترغب أن تتحول من دور طرف في الصراع إلى دور الوسيط. أن يعني زميلتكم روان تحكي إنه وسيط مستريح، فعلا هي الفكرة إنه نحن نتحدث عن بداية عصر القطرية في الوطن العربي. حد بعرف شو يعني قطرية في الوطن العربي؟ يعني بداية عصر القطرية أو انتشار ثقافة القطرية في الوطن العربي. يعني كل بالضبط القطرية بمعنى إنه تسمعوا في مصطلحات الآن الدولة كذا وكذا أولا، ما بدنا نسمي يعني أسماء دول تحديدا، لكن بمعنى أن يصبح اهتمام أبناء الدول العربية بدولهم فقط، اهتمام قطري، فلسطين للفلسطينيين، الأردن للأردنيين، مصر للمصريين. ماذا يعني هذا؟ ما يعني أن على الأردن ومصر أن لا تتحمل مسؤولية دولة أخرى، وهو نكوص عن كل الشعارات القومية التي كانت سائدة آنذاك. ماذا يعني مثل هذا القبول؟ يعني أنه على مين كفى الآن؟ أن تشد الأحزنة من أجل خيارات فلسطينية بعيدة عن الخيارات العربية.
في كثير من الناس بيفكروا انه الاطروحات العربية لحل القضية الفلسطينية على اساس التسوية مرتبطة بمرحلة متأخرة، خاصة بعد مبادرة الامير عبد الله عام 2002 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. لكن الاطروحات العربية التي كانت تتقبل فكرة التسوية كانت اطروحات قديمة جدا، مثل ما حكينا بورقيبة، و الآن مشروع المملكة العربية المتحدة. طب المملكة العربية المتحدة شو دخل العرب بمثل هذا الأمر كلهم حتى نحمل لهم المسؤولية؟ لأنه كان قائم على أساس استغلال. شوفوا احنا من شوي حكينا نقص عن القومية، مزبوط، وبعد 3 سنوات، سوري، بعد 5 سنوات من النقص عن القومية بنشوف انه ناس بتحكي ليش ما نعمل وحدة بين الأردن وفلسطين ونسميها المملكة العربية المتحدة، قيام قطرين الأردن وفلسطين، وأي جزء، طبعا الأردن وفلسطين، فلسطين كان نحكي عنه شو هو؟ نحكي عن الضفة الغربية بالإضافة إلى أي جزء يتم تحريره ويرغب بالانضمام تحت سلطة مين؟ تحت سلطة الملك الهاشمي. في مثل هذا الحال الأصل إنه لو كان في سياق قومي، بمعنى في سياق رغبة عربية وحدوية نحو تكامل هذه الدول، كان ما في أي مشكلة. لكن أن يطرح هذا الخيار مستغلا البنية الديموغرافية في الضفة الغربية والأردن، فهذا جزء من محاولة الالتفاف على الحقوق الفلسطينية. حد بيعرف إيش هي إيش هو إيش هي البنية الديموغرافية في الضفة الغربية والأردن؟ يعني ليش ممكن هذه البنية تساعد على تنفيذ مثل هذا القرار؟ إنه اللي فيكم عايش بهاي المنطقة أو زار هاي المنطقة، لا يوجد تباين حقيقي في البنية الديموغرافية بين الضفة الغربية والضفة الشرقية. مش بس تقارب جغرافي، إنه الثقافة واحدة، العائلات ممتدة. أنا أحدثكم الآن ونصف عائلتي في الأردن، وكثير منا من لديه نفس القضية. وبالتالي اللعب على هذا الوتر، وتر التقارب الديموغرافي بالإضافة إلى التقارب الجغرافي، وفي ظل مزاج عام عربي يتوق إلى فكرة أن يتم التوحيد بين الفلسطيني والأردني والسوري واللبناني، يمكن أن يتم الزج بمثل هذه الأطروحات. يعني بشكل أو بآخر هو حق يراد منه باطل، حق بمعنى انه مين ما بيحب انه يكون في وحدة عربية، بس ان تكون الوحدة مقتصرة على قطرين عربيين من اجل تصفية القضية الفلسطينية، فهذا الامر لم يتحقق. بالمناسبة هذا الامر ما زال الى الان يطرح في الاروقة والصالونات المغلقة، على اساس انه القضية الفلسطينية يمكن ان تحل بشكل او باخر في سياق حل مع الأردن، بمعنى كونفدرالية أو فدرالية مع الأردن، لأن الضفة الغربية ببنيتها الجغرافية الآن غير مؤهلة لاحتضان فكرة الدولة. من يسكن الآن في الضفة الغربية، أنا قرأت بعض المشاركين أنهم من الخليل، من نابلس، من ما بعرف من أي مدن في الضفة الغربية، لكن من يسكن في هذه المنطقة يدرك جيداً إن البنية الجغرافية مقطعة الأوصال بالمستوطنات، مقطعة الأوصال بالحواجز الأمنية بالمعسكرات، لا تصلح لأن يكون هناك دولة. وبالتالي الحل كيف؟ بصير في كيان معنوي فلسطيني متحد إداريا مع الأردن، وبهيك بتتصفى القضية الفلسطينية، على أن يتم، شوفوا، إدراج من يرغب، شوفوا من يرغب، يعني بنيجي بنسأل غزة حابين تكونوا معنا ولا لا؟ بهذه الطريقة لا يمكن أن تحل قضية الشعب، لأنه لا يوجد ما يبرر إمكانية سؤال الناس عن حقوقهم. يعني أنت من العدالة أن لا تتوجه بسؤال شخص عن حق سياسي في ظل فقدانه لحق إنساني. هي قضية أخلاقية بالدرجة الأولى، لا علاقة لها بما يجري من تطورات على الساحة السياسية. يعني أعطيكم مثال بشكل أوضح، يعني لا تستغل ظرف اقتصادي دفع الناس إلى عيش حياة الضنك في أي دولة في العالم، سواء كانت فلسطين أو الآن مثل سوريا أو غيرها،
لتسألهم أسئلة سياسية حاسمة، يعني أن تتوجه إلى الفلسطيني في أضعف مرحلة من مراحل حياته وتقول له، يعني هل تريد أن تقيم دولة فلسطينية على جزء من الأراضي الفلسطينية؟ الجائع لا يستفتى، معناه ما بتسأل واحد وهو بفكر كيف يضل على قيد الحياة إنه وين بدك تعيش. وبالنسبة له يعني اللي فيكم مهتم بالعلوم الإدارية، في شيء اسمه هرم ماسلو. هرم ماسلو أي إنسان في الدنيا طبيعي، مع وجود استثناءات عند البعض، طبيعي بمعنى أنه عادي جدا أن تفكر باحتياجاتك الأولى في قاعدة الهرم اللي هي حاجة البقاء، وبعدها بتصير تفكر ب حرياتك وتقديرك وبعدك السياسي وهويتك الوطنية. لذلك لا يستفتى، وهون بصير في دور للنخبة السياسية دور توعوي بأنه صح نحن ممكن نكون جياع، لكن لا نقبل أن نسأل في مثل هذه المرحلة. طبعا هذا المشروع رفض فلسطينيا آنذاك، حتى تلك المرحلة كانت منظمة التحرير الفلسطينية مصرة على التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سياسية. هلا بعدها صار في قرارات، في تطور جديد، قرارات بأنه من حق الفلسطيني، تم الإشارة إلى الفلسطينيين كشعب. نعم، لمن يقول إنه الأنظمة العربية فاهمين كويس هرم ماسلو، يعني أحد المشاركين هنا، نعم فاهمينه لدرجة أنه يستغل جيدا، أنه يتم التضييق على حياة الشعوب من أجل اللجوء إلى خيارات سياسية ما. وهذا الأمر لا يقتصر على الفلسطينيين، لا نريد أن نخرج من سياق المحاضرة، لكن الأمور أتوقع واضحة بالنسبة لكم في سياق ما يجري الآن على الصعيد العربي. لكن التطور مثل ما هو مشار الآن في السلايدات، أنه تم الإشارة إلى الفلسطينيين كشعب. بعام 1968، هون في رجوع شوي كم سنة للوراء، صلاح خلف أبو إياد شو بحكي؟ هدف فتح الاستراتيجي هو إنشاء دولة ديمقراطية في فلسطين يعيش فيها المسلمون واليهود والمسيحيون في مساواة تامة وتكافؤ تام. هاي الدولة بالمفردات الحديثة الآن، أو بمفردات الديمقراطية الحديثة، هي دولة لكل مواطنيها. يعني دولة لكل مواطنيها، دولة تضم كافة الأجناس، كافة الأديان دون تمييز. وفي تلك الفترة، بالرغم من أنه كان هذا الأمر مش كثير مقبول بالنسبة للناس، إلا أنه اليوم مقبول عند كثير من التيارات، بل أنه بعض الشخصيات الإسلامية يعني قبلت النقاش في مثل هذا الموضوع في فترة من الفترات، لأنه هذا الموضوع من الناحية الأخلاقية والدينية والسياسية غير مرفوض. لماذا؟ لأنه عرض أبو إياد آنذاك بال 68 أنه دولة فلسطينية على كل فلسطين، بمعنى أنه فلسطين هي فلسطين الانتدابية من البحر إلى النهر، ومن هم بداخلها هم مواطنوها بغض النظر عن دياناتهم. وهذه الفكرة يعني الآن يمكن أن تكون مقبولة، لكن سابقا يعني لم تكن مقبولة من قبل الشعب الفلسطيني، إنه لا نقبل بالوجود اليهودي على أرض فلسطين. وأنا ذاك كان ينظر إلى كلمة يهودي كانت تستخدم، وربما ما زالت حتى اللحظة، في سياق توصيف الصهيوني، بمعنى لم يكن يطلق كلمة يهودي من الناحية الدينية. هلا بالنسبة هون الأخ عمايرة بيسأل أنت شو رأيك أستاذ بهذا العرض؟ أنا بالنسبة لي يعني، وإن كان المجال غير متاح هنا للحديث عن آراء شخصية، لكن في سياق الوضع الحالي نحن نقبل بدولة فلسطينية على كل فلسطين، ومن فيها بشرط أن يكون فلسطيني. يعني نحن يعني مشكلتنا كفلسطينيين، وهذا إجماع كافة الفصائل الفلسطينية الإسلامية والعلمانية واليسارية، إنه مشكلتنا ليست مع المختلفين عنا في الدين، مشكلتنا ليست مع يهودي ولا مشكلتنا مع مسيحي، وبالتالي
نحن نقبل بمن يريد أن يعيش كفلسطيني على هذه الأرض. لكن هذه الأطروحة تغيرت لاحقا، لأنه حركة فتح أو منظمة التحرير الفلسطينية تراجعت عن هذه الرؤية، لأنه تم تبني هذا الرأي من مين؟ إمتى؟ عام 1969، إلا أنه لاحقا تم التراجع عنه. هلا بدنا نمهد شوي، لأنه احنا ضايل عندنا 10 دقائق وبناخذ بريك، وبعدها بنبدأ بمرحلة مدريد وأوسلو. مين اللي بتسأل هون؟ يعني هو قصده بيهود بس مش مستعمرين. بتعرف في بعض المناطق الفلسطينية كان فيها وجود يهودي قبل عام 1948، ولم يكونوا يطرحوا أنفسهم آنذاك كمستعمرين. وهناك لا، يعني بالنسبة للأخ هون اللي بيحكي مثل نابلس، نابلس أمر مختلف أخي، يعني لا نريد هون أن يقرأ الإخوة معلومات خاطئة، لأن الموجودين بالنابلس تقصد ربما الطائفة السامرية هم فلسطينيون قلبا وقالبا، ويرفضوا فكرة وجود دولة إسرائيل. لكن لا أريد، يعني أريد أن أوضح نقطة، هم لا ينظروا إلى الإسرائيل الآخر على أنه يشاركهم في الدين، وبالتالي إذا هم يرفضوا إنه إحنا إذا هم يشاركهم بالدين، فبالتالي إحنا مش لازم نحطهم بنفس الخانة الدينية معهم، لأنهم بيعتبروا أنفسهم فقط هم من يمثلوا الدين الصحيح، وكل الطوائف الأخرى غيرهم، حتى إنهم اجتماعيا لا يختلطوا مع الناس. لا، بالنسبة للي بيسأل هل هم الناطوري كارتا، الناطوري كارتا صحيح جماعة دينية، لكن مش هم اللي بنحكي عنهم، هم جماعة دينية يهودية تعيش في منطقة القدس الناطوري كارتا، ويعتبروا دولة فلسطين هي دولتهم. هذول اليهود اللي بيحكي عنهم أبو إياد، اللي بيعتبروا حالهم فلسطينيين، وبالتالي ما في مشكلة معهم. غير هيك لو طبق هذا الحل بشكل أو بآخر، كل من أتى إلى فلسطين مستعمرا هو في الغالب يحمل جنسيتين، وفي أي حل لا توجد فيه دولة إسرائيل بين قوسين هو سيخرج من هذه البلاد بشكل أو بآخر. طيب احنا حتى نرجع نربط الموضوع، انا حابب يضل التفاعل هذا موجود في سياق المحاضرة، حتى ما نضل نحكي بنمط تقليدي. هلا بعد خروج العمل الفدائي من الأردن، وبعد حرب 73، أقر المجلس الوطني في 74 برنامج النقاط العشر، البرنامج السياسي المرحلي الذي شمل على عبارات مبهمة. هلا من قبل شوي سألنا أحد الزملاء المشاركين هون إنه هل الفلسطينيين كانوا طرف في أي أطروحات؟ وحكينا إنه حتى تلك اللحظة لم يكن الفلسطيني ينظر إليه كتيار سياسي بقدر ما كان ينظر إليه كنخبة سياسية، جزء منه نخبة سياسية يمكن أن تشارك في صياغة قرارات في حضن عربي. لكن اللي صار بال 74 البرنامج المرحلي هو مهد الطريق بإنه ميم تافا الآن خفضت من سقفها. لما كنا نحكي دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، هذا هو سقف خطاب ميم تافا. بعدها دولة فلسطينية من البحر إلى النهر تقبل بكافة الأديان كفلسطينيين. هون ما نزلنا، بس أعدنا صياغة السقف السياسي بطريقة أكثر مقبولية على الصعيد الدولي. لكن بال 74 نزل السقف السياسي لميم تافا بشكل واضح، نزل من خلال البرنامج المرحلي. شو المقصود بالبرنامج المرحلي؟ يعني فكرة المرحلية من وين اجت؟ حد بيعرف؟ من المشاركين؟ ايش يعني مش الجهة اللي قدمتها، ايش المقصود ب لا قبل التنازل عن ال 48؟ بالضبط بالضبط يا مهدي الحنبلي، هي التحرير على مراحل. بمعنى هو النص، يعني البند اللي كان مثير للجدل هو إقامة دولة فلسطينية على أي شبر يتم تحريره من أرض فلسطين. هذا هاي النقطة الجدلية. في نقطة أخرى، إنه سابقا كان ميم تافا عندها خيار، وهو أن المقاومة
أو النضال العسكري هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، صار بعد البرنامج المرحلي هو الطريق الأساسي. حد بيعرف يعني؟ أكيد يعني ما بدنا نسأل هذا السؤال، بس أكيد تعرفوا الفرق من بين وحيد وأساسي. أساسي يعني في شيء ثانوي. شو هو الثانوي؟ معناها بدأنا نبحث كفلسطينيين آنذاك عن طريق جديدة، طريق جديدة غير سياق النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. ولما بنحكي نضال أو مقاومة مش بالضرورة إم 16 وإم 16 سوري إم 16 وإف 16 ودبابات ومركبة. المقاومة والنضال هي مناوئة للاحتلال الإسرائيلي بكافة الأشكال. هذا هو الخيار الأساسي اللي كان مع ميم تفا، لكن هذا الخيار الآن أصبح يعني يطرح إلى جانب خيارات أخرى. هيك صارت الدول العربية في مرحلة يمكن أن تقبل فيها بحل هذا الحل سوري أن تقبل فيها بأنه ميم تفا أن تكون ممثل للشعب الفلسطيني، لأنه مثل ما حكينا من شوي الدول العربية كانت معنية بأن تتحول من دولة طرف في النزاع إلى دولة إيش وسيطة. مش حكينا من شوي إنه في عندي أنا صراع عربي إسرائيلي، أصبحنا الآن في مرحلة نريد أن نحول فيها هذا الصراع من عربي إسرائيلي إلى فلسطيني إسرائيلي، بل إلى أن هذا الصراع أن يتم تخفيف المفردات المستخدمة فيه إلى الحد الذي يمكن القول في أنه إنه هذا خلاف ونزاع سياسي يمكن تسويته. بالنسبة للأستاذ إسلام العلول اللي بيسأل شو النقاط العشرة في البريك، أنا بحاول أعمل أعطيكم لينك للنقاط العشرة، ما في مجال نقرأهم هون، لكن إحنا بنركز على القضايا الأساسية، قضية المقاومة وقضية الأرض. بمعنى شوفوا الأساس المنهج كيف نحرر وشو نحرر. بناء عليه اعترفت الدول العربية بميم تافا ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. بالنسبة للي بيسأل كمان مرة ايش هو البرنامج، ايش المقصود بالبرنامج المرحلي، هو عملية تعديل لتوجه ميم تافا بخصوص انه نحن نريد ان نحرر فلسطين لكن نريد ان نحررها على مراحل. انا اسف يعني السيدة اسلام اوكي، لانه اسلام يستخدم هنا يعني للذكر والانثى فمش مشكله، واعذروني اذا قرات بعض الاسماء بشكل خاطئ. اسلام سيده وحصل على المركز الاول في الفصل الاول، الف مبروك يا اسلام. واضح من تفاعلها يعني ما بتمرر اي شيء الا بتسال. طيب بالنسبه للمراحل كمان مره، إنه أنا بدل ما أحرر فلسطين من البحر إلى النهر، أنا شو لازم أعمل؟ أنا ممكن أحرر جزء من فلسطين وأقيم عليه دولة فلسطينية. بالمناسبة هذا الحل الآن متبنى من قبل فصائل فلسطينية أخرى، مثل حركة حماس الآن. حركة حماس الآن أصبحت تؤمن بالحل المرحلي، بمعنى تقبل بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 دون أن تتنازل عن إيش؟ عن 48. هذا كان خيار مين؟ ميم تافا أيضا. وحتى تلك اللحظة لم يكن ممكنا أن نتهم ميم تافا آنذاك بالتفريط بأرض فلسطين، لأنه لا يوجد عاقل يمكن أن يرفض إمكانية الحل المرحلي، لأن إذا كان في إمكانية للتجزيء ما المشكلة في ذلك؟ ولا يمكن لعاقل أن يقبل بفكرة أن يكون لدينا وسائل كثيرة بالإضافة إلى النضال، لأنه من مصلحتنا كفلسطينيين أن يكون لدينا أدوات متعددة من أجل المضي قدما في إقامة الدولة الفلسطينية. قال سوري هون في أحد المشاركين رقم 1977 بيسأل هذا الحل المرحلي من جانب ميم تافا لماذا لم تقبل به من خلال اتفاقية كامب ديفيد وكان بالإمكان تحقيق هذا الحل المرحلي؟
لمن يسأل هذا السؤال؟ لأنه هذا يختلف مع فكرة الحل المرحلي، لأن كامب ديفيد كانت عن عبارة عن حل نهائي، بمعنى لا تستطيع أن توقع على اتفاقية كامب ديفيد التي فيها إنهاء للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن ثم تقول أنا أريد 48. هي كانت ترغب بحل مرحلي، بمعنى أن تجبر إسرائيل على الخروج من بعض المناطق الفلسطينية وتقيم عليها دولة فلسطين، وأن لا تتنازل عن بقية الأراضي. بالتالي لم يكن الأمر باتفاقية كامب ديفيد أمر مغري ومقبول لميم تافع. عندكم يعني هون زميلكم الرقم 1677 هو وصلنا لكامب ديفيد، وإحنا فعلا في كامب ديفيد الآن، اللي هو حكم ذاتي فلسطيني في الضفة والقطاع، وكلكم قرأتوا عن ما أثارت يعني مثل ما حكى زميلكم هون فؤاد إنه أشبه بالهدنة، يعني ربما يكون كذلك، لكن الهدنة في سياق عسكري هذا حل سياسي، لكن هي عبارة عن تأجيل للحل النهائي إلى أن تتهيأ الظروف المحلية والإقليمية. على أي حال بالنسبة لكامب ديفيد، وممكن إحنا ننهي في كامب ديفيد ونأخذ بريك استراحة، إنه يعني بدي إن نجدد النشاط هون. مثل ما حكى، ليش ما قبلوا بكامب ديفيد؟ ما قبلوا بكامب ديفيد لأنه حل نهائي، بالإضافة إلى أنه لا يعترف بهوية وطنية فلسطينية بشكل مطلق، هو حكم ذاتي، حكم ذاتي بالعرف الدولي، وكأنه أنت أعطيت مجموعة من السكان بالسمات الخاصة الغير قادرين أو غير القادرين على غير القادرين على الانخراط في الدولة الموجودة، أن تعطيهم حكم خاص فيهم. وهذا الحكم الذاتي موجود في أكثر من منطقة في العالم ذو المتباينات الديمغرافية، يعني لما يكون في جماعة سكانية سماتهم الخاصة بتختلف عن بقية الأمة في الدولة، بعطوهم حكم ذاتي يضمن لهم حقوقهم الخاصة. عند فلسطين إذا ما تم التعامل معنا بهذه الطريقة، وكأنه إحنا مجموعة من السكان ذو السمات الخاصة، نرفض الانخراط في سياق دولة إسرائيل، وهذا يعني يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لأي فلسطيني. طبعا هذا الخيار كان مرفوض عربيا من سوريا، العراق، ليبيا، الجزائر، اليمن، اليمن الجنوبي، من فتاة. طبعا مشى بخصوص مصر ولم يستمر بخصوص الفلسطينيين. الآن احنا بدي اعتذر منكم، يعني ناخذ بريك. عادة كم تاخذوا بريك انتم؟ ناخذ بريك 5 إلى 10 دقائق هيك بيصير، بنصلي العشاء وبنرجع. اوكي، بنرجع وبنكمل في التمهيد لأوسلو ولمدريد وما بعدها. يعطيكم العافية، وبشوفكم كمان 10 دقائق ان شاء الله. طيب أهلا وسهلا فيكم من جديد. أنا بصراحة يعني مبسوط كثير من التنوع الموجود من أكثر من بلد عربي، بس مبسوط أكثر أنه بقرأ بعض الأسماء لطلابي في الجامعة، وانهم يجوا يسمعوا محاضرة اونلاين لدكتور بيسمعوا له كل يوم، فمعناها مش زهقانين مني. فأهلا وسهلا فيكم.
وأهلا وسهلا بطلاب الجامعة الإسلامية في ماليزيا، اللي هم مكانة خاصة لأني أنا خريجها في الدكتوراه واشتغلت فيها. فنبدأ هلا بالمحاضرة. أهلا وسهلا بأهل الجزائر. طيب، إحنا حتى يعني لأنه الوقت اللي معنا محدود جدا وبحاجة لتغطية قضية أساسية في سياق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، المسألة الأهم الآن هي نفهم كيف توجه الفلسطيني لمدريد ومن ثم لأوسلو. حتى نحكي عن عملية تفاوض، احنا بنحكي عن المفروض انه في تفاوت في القوى، لكن يجب ان يكون هناك قوة عند طرفي عملية التفاوض. يعني ما بزبط يكون واحد معدوم القوة حتى يعني ويدخل في عملية التفاوض. هلا انتهينا احنا بكام ديفيد على ما اظن في الجزء الاول من المحاضرة. معنى كامب ديفيد بالنسبة للفلسطيني آنذاك، ومعنى أنه الدولة العربية الأهم في سياق الصراع العربي الإسرائيلي، أهم من حيث البنية الجغرافية ومن حيث البنية الديمغرافية، حيث التقارب مع الفلسطينيين، من حيث محاولتها أن تكون وصية على القضية الفلسطينية، الآن أصبحت خارج المعادلة. وبالتالي أنت بتحكي في هذه المرحلة عن حالة من حالات الخذلان التي يشعر بها الفلسطيني في سياق نضاله ضد إسرائيل. المسألة الأخرى، نرجع شوي لبعض المعلومات اللي إحنا ممكن ما مرينا عنها لأنه بحاجة إلى سرعة. إنه منظمة التحرير الفلسطينية ميم تافا خرجت من الأردن. إلى أين خرجت؟ من الأردن إلى أين؟ حد بيعرف؟ خرجت من الأردن إلى لبنان. أيضا خرجت بعدها من لبنان. خرجت من لبنان إلى أين؟ إلى تونس وإلى كثير من دول المغرب العربي. هلأ بتحكي عن ميم تافا، شوفوا الآن نتخيل مع بعض كيف السياق التاريخي الذي كان يشكل حاضنة لمدريد وأوسلو. ميم تافا بقيادتها بنخبتها أصبحت الآن خارج الحيز الجغرافي الذي يحافظ على تماس مع أرض فلسطين. بمعنى فقدت ميم تافا القدرة على النضال العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي نتاجا لإخراجها من دول الطوق. يعني الفكرة الأولى أن يتم تحييد ميم تافا عسكريا، تم تحييدها عسكريا لأنه خرجت من الأردن ومن لبنان، وبالتالي فقدت الاتصال الجغرافي بفلسطين. ليس هذا فحسب. الأمر الآخر أنه ميم تافا في تلك المرحلة كانت حليفة لمن؟ حليفة لصدام حسين. وصدام حسين قام بماذا؟ قام بالدخول إلى الكويت. وصدام حسين في تلك المعادلة هل خرج منتصرا أم مهزوما؟ خرج مهزوما، وبالتالي حلفاء المهزوم سيحسبوا على من؟ على المهزومين. شوفوا الآن كيف التدرج. ميم تافا خارج من الأردن، خارج من لبنان، في سياق جغرافي بعيدا عن فلسطين، وفقدت القيمة السياسية أو المكان السياسي نتاجا لتأييدها حليف هزم في سياق إقليمي اللي هو صدام حسين، وفقدت ظهيرها المالي. الظهير المالي دول الخليج العربي، يعني أصبح وضع الفلسطينيين في دول الخليج العربي وضع يرثى له بسبب موقف ميم تافا من غزو الكويت. وهذا الأمر كان مش بس مثل ما بحكي زميلكم هون أو زميلتكم هون ب 1990، كانت كلها نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، هي ليست مرحلة وردية في عمر ميم تافا أو لدى نخبة ميم تافا. هلا خلينا نتخيل مع بعض كمان مرة، نلخص الموضوع. فقدت الظهير المالي والاتصال الجغرافي والمكان السياسي. طيب شو اللي بيصير بالضفة الغربية وقطاع غزة في تلك الفترة؟ حد يذكرنا شو كان يصير آنذاك بنهاية الثمانينات بداية التسعينات؟
بالضبط، الانتفاضة. الانتفاضة الفلسطينية بمعنى أنه حين فقدت ميمتا اتصالها الجغرافي بفلسطين، الفلسطينيون لم يضعوا يعني لم يضربوا كفا على كف، وإنما أخذوا بزمام المبادرة وبدأوا في خيار جديد هو خيار الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أو ما عرفت به انتفاضة الحجارة. ونحن هنا لن نؤرخ لهذه الانتفاضة ويعني وما هي فعاليات الانتفاضة بقدر ما نعرف معناها السياسي. معناها السياسي إنه لما بحكي إنه في عندي انتفاضة بمعنى حالة مواجهة مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي، لابد لهذه الانتفاضة أن تفرز قيادتها، لأنه مين تفاهم موجودة بدول المغرب العربي، وخصوصا تحكي عن تونس فقدت الاتصال. إذا من يتحكم بالأمر هو الموجود وين؟ الموجود على الأرض، هو من يقوم بالفعل. من يقوم بالفعل الآن هي قيادة الانتفاضة، بالرغم من أنه ميمتا حاولت تدخل على الموضوع الانتفاضة الفلسطينية من خلال يعني قيادة ميمتا، قيادة الفصائل العمل الوطني الموجودة، إلا أنه كان هناك مؤشرات على أنه البساط الآن يسحب من تحت أقدام نخبة ميمتا موجودة في الوطن العربي. يسحب لصالح من؟ حد ممكن يجاوبنا؟ مين هي، ايش هي القوة التي بدأت تتشكل بقوة في الانتفاضة وتشكل منافس؟ الجهات الإسلامية، بالضبط بتحكي عن حركة حماس، الجهاد الإسلامي تحديدا، حماس مش بس حماس كمان، حتى الفصائل الأخرى اليسارية وفتح، بدأنا نشهد ظهور لقيادات اللي ممكن نسميها بلغة سياسية قيادات من الصف الثاني، قيادات من الصف الثاني التي منخرطة في الانتفاضة، بمعنى انه من يتحكم بفتح والشعبية والديمقراطية و هو من يقاوم الاحتلال على الأرض، وليس من يجلس في مكاتب في تونس، بالرغم من انه مكانة ميم تافا حتى تلك اللحظة كانت موجودة. إذن الآن ميم تافا في وضع لا تحسد عليه، كيف لها الآن أن تعيد مكانتها؟ الطريق الأسهل هو أن ترضى بالمقترحات الدولية والإقليمية لحل القضية الفلسطينية. إذن الفكرة من هذا التأصيل التاريخي هي فهم مصادر القوة أو نقاط الضعف عند ميمتا. فإذا نشوفهم، هل في حد فيكم ممكن يحكي لي عن مصادر قوة لميمتا في الخارج آنذاك؟ راح تفكر كثير لحتى توجد نقاط قوة، وبتوجد إن المسألة أصبحت يعني مستعصية على الإجابة، إنه أين هي نقاط القوة آنذاك؟ هون زميلكم خالد حكى إنه تاريخه، يعني ممكن هذا من النقاط الوحيدة، يعني النقاط القليلة، لكن حتى اعتبارها ممثل شرعي لمن يجيب هناك موافق نبهان، اعتبارها ممثل شرعي، اعتبارها ممثل شرعي فقدت هذا الاعتبار بحكم أنه أصبح ينظر إليها من قبل الكثير من الدول العربية على أنه هي خانت العهد بحكم أنها أيدت صدام حسين آنذاك. على أي حال، والشعب الفلسطيني قوة الآن في الانتفاضة ولديها قيادة جديدة، إذن هي ضعيفة سياسيا على الصعيد الإقليمي، ضعيفة من حيث القيادة، لأنه من يقود هو من يفعل من حيث المقاومة والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي ضعيفة ماليا وكل هذه النقاط التي ذكرناها. إذن الطريق الأسلم أن نتجه، إذن توجهت ميم تافا إلى مدريد تحت وفد أردني، توجهت وهي ضعيفة جدا. وهون بإمكانكم يعني تتنبأوا الآن بالمسار، إنه حين نقول إنه ميم تافا توجهت بضعف، إن النتائج ممكن تكون لاحقا. في مؤتمر مدريد برضو ما خرجنا من الوصاية العربية، في مؤتمر مدريد كان الوفد الفلسطيني المفاوض كان تحت إطار أردني، وبالتالي هذا كمان بيضل يعطي مؤشرات على أنه العالم العربي ما زال في شكل من أشكال التناقض.
يريد أن يحتوي الفلسطينيين لكن في سياق غير قومي. ما زلنا في طور القطرية مثل ما بحكي صبرة، لكن يطرح في نفس قومي من أجل تبرير مثل هذه الأطروحات. أنا بدي أمشي معكم بالسلايدات لنوصل للمكان اللي إحنا بنحكي فيه الآن. هلا اللي بده يتفاوض على قضية ما في عنده طريقتين للتفاوض. حد بيعرف شو هم يعني مبدئين للتفاوض؟ حد بيعرف شو هم؟ احنا بنحكي عن فكرة التفاوض الآن بمعزل عن القضية الفلسطينية، انه انا في عندي قضية خلافية بدي اتفاوض عليها، في عندي طريقتين. الطريقة الأولى أن أأتي بالحل النهائي، اتفق عليه شو بدي الصورة النهائية للحل تكون، وبعدها ببلش أبحث في الجزئيات اللي هو المنهج الاستنباطي، أو إنه يكون في عندي طريقة أخرى وهي ما يعرف بالمنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي أنا في عندي قضية كبيرة فيها مشكلة، ببدأ بفكفكة في الجزئيات، الحل على أساس جزئي، من ثم أصل إلى الحل النهائي. اللي صار عندنا بفلسطين ان الامر اختلف، يعني مش هيك تمت الامور، تمت الامور وفقا لحل استنباطي. شو الحل؟ انه في عندنا صراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بدنا عنوان لهذا الحل: الارض مقابل السلام، اقامه دولتين. اذا هذه نتحدث الان في العموميات، والتفصيل يترك لاحقا. تركت التفصيلات لاحقا وتطور المشهد إلى الحد الذي أصبحت فيه ميم تافا في الخارج بحاجة إلى العودة إلى الأراضي الفلسطينية، لأن إذا لم تعود فهي أصبحت خارج التاريخ الفلسطيني. لما كانت مدريد، لما كنا نحكي عن مدريد كنا نتحدث عن ميم تافا، المقصود فيها منظمة التحرير الفلسطينية. أسماء تسأل عن معنى ميم تافا، منظمة التحرير الفلسطيني. على أي حال، إذا أسهل طريق إلى العودة، كنا نحكي أنه منظمة التحرير الفلسطينية تشارك تحت وفد أردني في مؤتمر مدريد، لكن بعدها مباشرة دخلت ميم تافا وفقا للأطروحات التاريخية الموجودة، دخلت في مفاوضات سرية مع الإسرائيليين في النرويج، واستمرت هذه المفاوضات مع الإسرائيليين في النرويج وبرعاية دولية إلى أن أفرزت ما يعرف الآن باتفاق أوسلو. ليش أوسلو؟ حد بيعرف ليش أوسلو؟ لأنه المفاوضات تمت في أوسلو، في وبمشاركة العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية المعروفة بميولها للصهيونية. طب وين تم توقيع اتفاق أوسلو؟ مش إمتى، وين؟ بأمريكا تم توقيع اتفاق أوسلو. أنا ليش سألت هذا السؤال؟ لأنه في كثير من الناس، لأنه لما بنسميه أوسلو بفكر أنه تم توقيعه في أوسلو. تم توقيعه في الولايات المتحدة الأمريكية والتفاوض في أوسلو. طب ليش ما تم التوقيع بأوسلو؟ لأنه ببساطة هذا الاتفاق بحاجة إلى ظهير دولي قوي حتى يرعى، والولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى آنذاك وما زالت من أجل احتضان مثل هذا المشروع. عندكم هون بالسلايدات حاط لكم اللي هي إيش كانت نقاط الضعف حتى في سياق إقليمي. كانت كمان في أشياء أخرى غير اللي ذكرناها، الحرب العراقية الإيرانية اللي هي كانت ملف ساخن آنذاك. نمشي شوي حتى ما يعني الوقت ما يداهمنا نوصل لأوسلو. شوي بس أحرك السلايدات لكم حتى تمشوا معي. هون في عندكم صورة من مؤتمر مدريد. مشكور الأخ اللي بالأكاديمية اللي نسق هاي السلايدات بشكلها الحالي.
هون الطريق إلى أوسلو ناقشناها إحنا من شوي مع بعض. السؤال من فيصل مبارك: هل يمكن اعتبار أوسلو هي مرحلة تهجين المقاومة الفلسطينية؟ هي مرحلة الالتفاف على كل طموح فلسطيني من أجل التحرر الكامل، واستغلت حالة الضعف الموجودة في سياق إقليمي وفي سياق فلسطيني من أجل تمرير هذا المشروع. بالمناسبة التعليقات الموجودة من النخبة الفلسطينية على أوسلو في تلك المرحلة، حتى من قبل من هندس أوسلو، هي كانت تعليقات ربما يعني لا تتوقعها. مثلا كلكم يعلم أنه الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس هو من مهندسي أوسلو، لكن محمود عباس حين وقع أوسلو تحدث بكل وضوح أنه اتفاق أوسلو قد يقودنا إلى دولة فلسطينية وقد يقودنا إلى كارثة، وكان هناك قيادات كثيرة في فتح معارضة له. بالنسبة لياف المصري تسأل لماذا سمي بأوسلو، ذكرنا لأنه المفاوضات تمت في أوسلو عاصمة النرويج، وتم توقيع الاتفاق في واشنطن، ولأنه المفاوضات أخذت فترة طويلة فسمي بأوسلو. الآن نوصل لأوسلو تحديدا حتى نناقش القضايا الأساسية اللي فيه. أوكي. وصلنا الآن إلى أوسلو، حكينا عن الطرق، عندنا طريق استقرائية والطريق الثاني الطريق الاستنباطي، ذكرناها شرحناها. 13/9/93 إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية. هلأ الخطورة اللي في أوسلو إنها خطورة نابعة من النكوص عن الفكرة الفلسطينية الأولى بمرحلية الحل. شو يعني مرحلية الحل؟ إنه كنا حكينا في برنامج النقاط العشر إنه تقام دولة فلسطين على أي شبر يتم تحريره من أرض فلسطين، لكن الآن حل نهائي. حل نهائي معناها لا يمكن نقاش الحقوق الفلسطينية السابقة لعام 1967 أراد 48 كلها، بل إنه لا يمكن نقاش الكثير من القضايا اللاحقة التي تم تجاهلها. هل هدف المفاوضات وفقا لأوسلو إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية اسمها سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني لفترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات؟ إيش يعني هذا الكلام؟ لو اعتبرنا أنه أوسلو هو عقد دولي، واللي فيكم عنده اهتمام بالعلوم القانونية إنه في شيء اسمه شرط زماني وشرط مكاني في أي عقد. شرط زماني معنى إنه في وقت محدد لإجراء الالتزامات المولودة على أطراف العقد سواء كانوا طرفين أو أكثر. الأمر الآخر إنه وين المكان اللي بيتم عليه تنفيذ مثل هذه الاتفاقية. 5 سنوات بمعنى إذا ما تم الإخلال بالشرط الزماني والمكاني يعتبر العقد لاغي، هذا لغة القانون. بالتالي يترتب عليه استحقاقات ما يترتب على أي فسخ للعقد. لكن اللي بنشوفه في هذه الأيام إنه تجاوزت المرحلة الانتقالية 5 سنوات، بمعنى إنه أوسلو لو بدك تحاكمها من الناحية القانونية المفروض أوسلو انتهت. أوسلو انتهت إمتى؟ حاب بحسب معنى إمتى انتهت أوسلو؟ المفروض إنه أوسلو انتهت ب لا يعني هو من حيز التنفيذ يعني ب99. هلا اللي صار انه تم تمديد الفترة الانتقالية لعام 2000، ومع ذلك ايضا المرحلة الانتقالية هاي ما كانت كافية من اجل المضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق. هلا اذا بتقرأوا يعني لاحقا ممكن بعد هاي المحاضرة حاولوا تقرأوا انتم بنود الاتفاقية بشكل مفصل والملحقات اللي عليها، راح تشوفوا انه هاي الاتفاقية عملت عملية تسكين للمشكلة او عملية تجنيد لهاي المشكلة دون حلها، لانه حتى على اساس انه احنا بدنا نكون نطرح الامور بلسان من ايد اوسلو.
انه احنا بدنا دولة فلسطينية على حدود عام 1967، والحل هو حل استنباطي، بمعنى بنحكي عن العام وبنلجأ للخاص. حكينا عن العام في مدريد وفي بداية التفاوض عن أوسلو، إذا الخاص الآن بيتفند في اتفاقية أوسلو. لكن لما بتقرأ الاتفاقية بتوجد أنه هاي الاتفاقية طرحت عموميات ولم تناقش قضايا تفصيلية حقيقية، كلها كانت عبارة عن تسليم بعض المناطق للفلسطينيين وإحالة كل القضايا الجوهرية إلى لجان يتم تشكيلها لاحقا. وهذا اللي خلى اتفاقية أوسلو بشكل أو بآخر هي عبارة عن بناء مؤسساتي بعيدا عن الحكم السيادي الحقيقي على أرض فلسطين. هل عندكم الكثير من البنود، بنود خاصة بالانتخابات؟ تخيلوا حتى الانتخابات وفقا لأوسلو كان عدد أعضاء المجلس المنتخب وغيره كان بالتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي. نعم، هناك من يسأل، تفضل يا صبرا. هو حسب نص الاتفاق غير قابل للتجديد، لكن هناك بنود في الاتفاق، يعني ربما ناتي عليها يعني في البنود الاخيره، لتعطي المجال، لانه اذا كان في خلاف بين الفلسطينيين والاسرائيليين على اي قضيه، يتم اللجوء الى الارتباط المشترك بين الفلسطينيين والاسرائيليين لنقاشها. واذا لم يستطع الارتباط أن يحل هذه المشكلة تشكل لجنة خاصة، وإذا لم تستطع هذه اللجنة تشكل لجنة تحكيم، بمعنى أنهم تركوا المجال مفتوح في حال تعثر تنفيذ هذه الاتفاقية للتجديد. تم تجديدها حقا، المشاكل مثل يعني إذا كان هناك ضرورة لتسليم مناطق للسلطة الفلسطينية، يجب أن تستوفي السلطة الفلسطينية الكثير من الشروط، من بينها الإيفاء بالتزامات أمنية ما. ولذلك السلطة الفلسطينية كانت في تحدي كبير في بداية نشوئها، إنه لا يمكن الاستمرار بأوسلو إلا إذا قامت بقمع كافة الحركات المعارضة لأوسلو، وهذا ما تم فعلا في منتصف التسعينات من القرن الماضي. يعني إذا سمحت لي، أنا لا أستطيع أن أجيب عن كل سؤال لأنه أريد أن أستمر في شرح المادة، ربما يكون هناك مجال للإجابة على بعضها لاحقا. الفترة الانتقالية هاي شهدت عملية تفكيك الفلسطيني، معنى أنه في سياق تاريخي كان هناك خلافات فلسطينية أو اختلاف فلسطيني، لكن لم تكن هناك عملية تفكيك للفلسطيني، بحيث أنه من هو مع المفاوضات هو جزء من من يستطيع التمتع بامتيازات هذا المشروع، ومن هم معارضين سيحاسبوا. وبالتالي هون صارت الإشكالية، إشكالية أنه أصبح الفلسطيني يواجه الفلسطيني، هاي أهم إشكالية صارت. غير هيك انه نحن لو اردنا الاقتناع انه هذه السلطه هي بذره الدوله والقائمين عليها يؤيدوا الافكار الديمقراطيه، اذا لابد ان تكون كل السياسات التاسيسيه للسلطه الفلسطينيه تسير في سياق ديمقراطي. لكن اللي صار انه تم اعاده احياء الكثير من السمات التي ماتت في المجتمع الفلسطيني وتناقض الديمقراطية. أنا هنا أتحدث بشكل محدد عن العشائرية في المجتمع الفلسطيني. خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، من أهم الإنجازات لحركات المقاومة الفلسطينية أنها حجمت من دور العشائرية، دور العشائري بمعنى القوى الاجتماعية الموجودة في المجتمع الفلسطيني، حجمت من دورها لصالح العمل النضالي، لأنه دور العشائر الفلسطينية تقليديا كان في الغالب سيء لصالح القبول بالاحتلال الإسرائيلي والتعامل معه، أو دعونا نقول التكيف مع الاحتلال الإسرائيلي. إذن الانتفاضة أنجزت هذا الشيء، لكن اللي صار لما عادت السلطة الفلسطينية ورجع
الراحل ياسر عرفات إلى الأراضي الفلسطينية أعاد بشكل أو بآخر إحياء العشائرية، لأنه كان بحاجة إليها في مسألتين. المسألة الأولى، إحياء العشائرية يعني إضعاف الحركات الفلسطينية، هذه المسألة الأولى، وهو يعني ليس بحاجة إلى حركات تعارض في هذا المشروع، بالتالي من مصلحته إضعافا. أيضا عاد إلى الأراضي الفلسطينية وهناك قيادات فلسطينية فتحاوية أيضا داخل فلسطين، وهو أيضا بحاجة إلى إضعافها لأنه لا يريد منافس في مثل هذا المشروع. وكما أشار الأستاذ أشرف هون المشارك معنا، مسألة الانتخابات مسألة جوهرية، إنه إذا أردنا شرعنة هذا المشروع لابد أن يكون هناك انتخابات. أسهل طريقة لحشد الناس هي اللجوء إلى السياقات الاجتماعية بدلا من اللجوء إلى السياقات السياسية، وهون كانت فكرة إحياء العشائرية من أجل ضمان أكبر قاعدة جماهيرية مؤيدة لهذا المشروع. هلا كل أوسلو كان قائم بالأساس على أنه جزء من الأرض تقام عليه دولة فلسطين، سوري، الحكم الذاتي الفلسطيني، لكن ما يترتب على هذا الحكم الذاتي هو التزامات أمنية فلسطينية وسياسية أكبر من أن يحتملها الفلسطيني. هلا اللي صار إنه الفلسطيني دفع ما عليه من التزامات ولم ينل ما له من حقوق وفقا لهذه الاتفاقية، يعني حتى تسليم المدن الفلسطينية كان تسليما شكليا، يعني لاحقا في أوسلو 2، في أوسلو 2 تم تقسيم فلسطين إلى 3 مناطق. حد بيعرف شو هي المناطق؟ سوري، 4 مناطق. حد بيعرف شو هي الأربع مناطق هاي؟ يعني بأوسلو 2 تم تقسيمهم إلى 3 والآن هم 4. الثلاث الأساسيين شو هم؟ A B C ألف با جيم. حد بيعرف شو الفروق اللي بينهم؟ نعم، منطقة A منطقة فلسطينية كاملة، منطقة A اللي كان عبارة عن قلب المدن الفلسطينية أو يعني مراكز المدن الفلسطينية، تحكي عن المناطق المحورية الأساسية في نابلس، في رام الله، في بيت لحم، في أريحة. والمناطق B هي المناطق الريفية اللي هي بتحكي عن حكم إداري فلسطيني، ولاية إدارية فلسطينية، وولاية أمنية إسرائيلية. المنطقة سي اللي هي تم اعتبارها المناطق المحاذية لمن؟ المحاذية للمستوطنات، هاي المنطقة بالسيطرة الكاملة إداريا وأمنيا لإسرائيل. بالمناسبة هي أكبر منطقة اللي هي منطقة سي، هي حوالي 70% من هذه المناطق. لكن هناك وضع خاص تم لاحقا لمدينة الخليل بال 97، بروتوكول الخليل اللي هي تقسيمها H1 وH2، هيبرون 1 وهيبرون 2، اللي هي إعطاء حوالي 80% من الصلاحيات للسلطات الإسرائيلية. وهذا هون بتشوفوا إنه اتفاق أوسلو إذا بدنا نقرأه مع بعض بند بند راح تشوف فيه إنه هو عبارة عن إعطاء بنية مؤسساتية تدير شؤون الفلسطينيين الحياتية، ثقافة، صحة، تعليم وغيره، دون أن تفضي إلى دولة ودون أن تفضي إلى سيطرة حقيقية على الأرض، دون أن تفضي إلى إمكانية أن تصبح هذه المنطقة قدرة دولة. هي يعني حتى يعني اللي هون صدره يقول حكم ذاتي فقط، هي حتى أقل من فكرة الحكم الذاتي، لأن حكم ذاتي بمعنى أن تترك لنا هذه الأمور حتى الثقافية والتعليمية والصحية تترك لنا، لكن وجدنا نحن هنا سكان الضفة الغربية وربما من يسكن في قاع غزة يدرك هذا الأمر، إنه حتى هذه الأمور لم تكن خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الآن نشهد تدخل إسرائيلي في حتى في صياغة المناهج الفلسطينية. كم مرة سمعنا عن التحريض في المناهج الفلسطينية؟ كم مرة سمعنا عن الدور الذي تقوم به وزارة الصحة الفلسطينية وترفض
إسرائيل. كم مرة سمعنا عن النشاط الثقافي المرفوض إسرائيل؟ وبالتالي إسرائيل تتدخل حتى في هذه القضايا، وتتدخل أكثر في سياقات اجتماعية. يعني أي واحد فيكم هلا ساكن هون يفتح المحفظة ويطول بطاقة الهوية ويشوف إنه إسرائيل موجودة في بطاقة الهوية التي نحملها. في الجانب الاقتصادي، الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت لاحقا لأوسلو تربطنا مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل قوي. ونحن هنا لا نقرأ الاتفاقية في سياقها النظري الورقي، نحن نقرأها على أرض الواقع. بمعنى هناك بنود موجودة، لكن هناك على أرض الواقع بنود أهم بالنسبة لنا، إنه إسرائيل موجودة في كل منطقة فلسطينية. وحتى شوفوا لما أعطيناكم التقسيم ألف با جيم، ألف سيطرة كاملة لمن؟ للفلسطينيين. لكن تم الدخول إلى هذه المناطق بقوة عسكرية إسرائيلية في أكثر من مرة، وهذا الأمر مش بس في فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية من خلال عملية السور الواقي التي قام بها أريال شارون، بل من خلال عمليات كثيرة شهدت فيها يعني المدن الضفة الغربية دخول إلى هذه المناطق من قبل الجيش الإسرائيلي وتنفيذ عمليات واعتقال مواطنين دون أن يكون هناك قدرة للسلطة الفلسطينية على مواجهة مثل هذه التجاوزات لاتفاق أوسلو. إذن أوسلو من الناحية القانونية مفروض أنه انتهى بحكم أنه تجاوز الخمس سنوات، بحكم أنه تم الإخلال فيه من قبل مين؟ من قبل إسرائيل. لكن سياسيا أوسلو لم يمت. ليش؟ لماذا لم يمت أوسلو حتى اللحظة؟ يعني فكرة أوسلو ما زالت تتردد حتى هذه اللحظة. يعني حتى ما يعني ناخذ الأمور بشكل مختصر، المحاضرة بلشت تنتهي. السلطة الفلسطينية التي أقيمت بناء على أوسلو أقيمت كسلطة وظيفية. ما الذي يعنيه سلطة وظيفية؟ السلطة الوظيفية أنها تقوم بدور محدد وفقا لاتفاقية برعاية دولية. إذا لم تقم السلطة الفلسطينية بما يترتب عليها من التزامات، ستفقد مبرر وجودها بالنسبة لمن؟ بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للمجتمع الدولي. إذا مبرر الوجود الوظيفي هو القيام بمهام يعني يرتضيها المجتمع الدولي وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، إنه خلال سنوات السلطة تم إفراز نخبة وظيفية أيضا داخل هذه السلطة. بمعنى السلطة وظيفية بنخبة وظيفية، هذا يعني إنه زوال السلطة يعني زوال مثل هذه النخبة، وبالتالي بقاء الحال على ما هو عليه هو بقاء لهذه النخبة. وفي مثل هذه الحالة نرى إنه فكرة إنه المفاوضات هي استراتيجية وفقط، وفكرة إنه أوسلو هي الخيار الوحيد فقط، هذا لأنه طرح أي خيار آخر يعني تغير البنية المؤسساتية للفلسطينيين، ويعني تغير النخبة الفلسطينية، وهو ما يمكننا من فهم إنه إعلان النخبة السياسية الفلسطينية إنه 20 سنة من المفاوضات بقت بالفشل، ومع ذلك هناك إصرار على هذه المفاوضات. هناك 20 سنة من تراكم الخيبات، تراكم الاختراقات الإسرائيلية لمثل هذه الاتفاقيات، وهناك إصرار عليها، لأنه هناك إدراك بأنه أي تجاوز لهذه الفكرة معناها انتهاء كل ما في هذا المشروع من امتيازات خاصة أو عامة. يعني الفكرة يعني يتم تخويف الفلسطينيين الآن بأنه أي خيار آخر يعني زوال هذه المؤسسة الفلسطينية، وأي فلسطيني سليم الفطرة لا يمكن أن يفضل التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بدل التعامل مع مؤسسات وطنية. وبالتالي نحن نريد أن يكون لدينا مؤسسات فلسطينية، نحن نشجع أن تبقى مؤسساتنا الفلسطينية، لكن ما الذي يمنع من أن تكون هذه المؤسسات الفلسطينية منسجمة مع فكرة التحرر؟ معنى
لا يمكن أن نقبل، يعني لا يمكن لعاقل أن يقبل أن هناك وزارات وحكومات تحت الاحتلال. يجب أن يكون هناك مؤسسات فلسطينية، نعم، لكن لا يمكن أن نقبل، لا يمكن أن يكون هناك منطق في القبول بأن هناك مؤسسات دولة في ظل وجود احتلال، لأن مؤسسات السلطة الفلسطينية الحالية هي أشبه بالمكنة الثقيلة، يعني حركتها ثقيلة جدا، لأنه هي كبلت نفسها بنمط إداري بيروقراطي دولي، يعني على نمط إدارة الدولة، والأمر هذا لا يصلح لي، لا يصلح لحالة الاحتلال التي نعيشها في فلسطين. هلا فشل أوسلو بشكل عملي كان من خلال فشل مباحثات كامب ديفيد الثانية، وأدرك ياسر عرفات آنذاك بأنه هذا الفشل هو ما سيقود المرحلة اللاحقة، لذلك تم تأسيس كتائب شهداء الأقصى في بدايات الانتفاضة الفلسطينية الثانية. سوري، هناك من يسأل كان الحال أفضل قبل السلطة الفلسطينية. أنا يعني أريد أن أوجه نصيحة، ربما نحن في آخر المحاضرة، يجب علينا كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين أن لا نضع خياراتنا دائما بين سيء وأسوأ، يعني إذا لم تكن السلطة الفلسطينية قادرة على تحقيق الطموح الفلسطيني، إذا نرجع لقبل السلطة الفلسطينية أيام ما كان الاحتلال الإسرائيلي مستلم هذه المنطقة. بكل تأكيد أنه ما كان قبل السلطة سيء، وفي ظل وجود السلطة الأمور ما زالت سيئة، إذا الحل يجب أن يتجاوز هذه الخيارات، يجب أن لا نبحث في سياق أنه فقط نرجع لورا، إحنا المفروض بنقدم إلى الأمام حتى نطرح خيارات جديدة. الخيارات الجديدة هاي كان من المفترض أن تكون هي نتاجا للانتفاضة الفلسطينية الثانية، يعني احنا مش راح نعرج الآن على الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتفاصيلها، لكن أهم نتائج الانتفاضة الفلسطينية الثانية هو ما وصل إليه الفلسطينيين عام 2005. حابب أعرف شو أبرز شيء صار بال 2005؟ غير الانسحاب من غزة، أبرز شيء كان في سياق العلاقة الفلسطينية الداخلية إنه تم توقيع اتفاق القاهرة عام 2005. اتفاق بالضبط، بالضبط يا سميح، هو اتفاق القاهرة عام 2005 اللي تم على أساسه الاتفاق على إنه من حق الفلسطينيين المقاومة وضرورة سوري راح صوتي بعد ساعتين من الكلام، وضرورة أن يكون هناك إعادة بناء لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن أن يتم استثمار نتائج الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهذا الأمر تم التوقيع عليه من قبل كافة الفصائل الفلسطينية، والذي على أساسه تم تغيير قانون الانتخابات. قانون الانتخابات إذا بتتذكروا ببداية حديثنا عن أوسلو حكينا إنه وفقا لأوسلو الانتخابات يتم تنظيمها وتحديد عدد أعضاء المشاركين للانتخابات وفقا لأوسلو، وفقا للاتفاق مع إسرائيل، لكن بال 2005 تم الاعلان فلسطينيا بشكل او باخر ان اوسلو انتهت، لانه تم تشكيل توقيع اتفاق القاهره عام 2005 والذي على اساسه اجريت الانتخابات التشريعيه عام 2006، بمعنى انه انتخابات السلطه الفلسطينيه التشريعيه عام 2006 لم تجري وفقا لمرجعيه اوسلو، وانما اجريت وفقا لمرجعيه اتفاق القاهره عام 2005، والدليل على ذلك انه تم الاتفاق على اعاده تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق أيضا على أنه عدد أعضاء المجلس التشريعي يتم زيادته، وتغيير قانون الانتخابات إلى قانون مختلط جمع بين القوائم والأسماء، سوري، جمع بين النظام النسبي ونظام الدائرة ونظام الدوائر. هلا أجريت الانتخابات، ويعني أنا بحب أنهي هون بهاي لأنه وقت المحاضرة قرر ينتهي، إنه صار في عندي إفراز جديد في السلطة الفلسطينية لنخبة جديدة داخل السلطة الفلسطينية اللي هي فوز حركة حماس داخل المجلس التشريعي الفلسطيني، وأصبحت هذه النخبة الآن مالها موجودة
تقول أنها لم تشارك وفقا لأوسلو، وهناك من يقول أن هناك أوسلو، أن هذه السلطة بناء على أوسلو. والحقيقة أن أوسلو كما أشرنا من الناحية القانونية لم يتم الالتزام بالسقف الزماني والمكاني، من الناحية السياسية أعلن أكثر من مرة عن موت أوسلو، ومن الناحية الأمنية تم نسفها حين دخل أرييل شارون، إلى الأراضي الفلسطينية كافة من خلال عملية السور الواقي، ونسف مؤسسات السلطة الفلسطينية وواجه أجهزتها الأمنية، ومن ثم تم حصار الراحل ياسر عرفات إلى أن استشهد مسموما في مستشفى بيرسي العسكري في باريس. بعدها أصبحت الأطروحات هي عبارة عن تجديد لأوسلو بنفس جديد من خلال مبادرة الأمير عبد الله عام 2002، ومن ثم خريطة الطريق. وكل الأطروحات اللاحقة الآن، لا إحنا يعني المحاضرة مدتها ساعتين، وإحنا خلصنا يعني خلصنا الساعتين. المحاضرة بدأت على الساعة 6 بتوقيت فلسطين. الآن نسأل الأدمن إذا كانت 3 ساعات يعني ممكن نأخذ كمان بريك، لأنه أنا يعني الصوت عندي تقريبا انتهى، بس على حسب ما أبلغوني فيه أن المحاضرة 2 ساعة. نسأل ونرجع، بس خلينا نكمل الآن الفكرة. خطة خريطة الطريق كانت أشبه بإعادة تجديد التزامات السلطة الفلسطينية، وخصوصا في السياق الأمني والإداري، إنه إحنا يجب على السلطة الفلسطينية أن تقوم بقمع أي عمل مناوئ للاحتلال الإسرائيلي، بل كانت تقوم على أساس إنه استحداث منصب رئيس الوزراء. حابب أعرف ليش كان في إصرار من المجتمع الدولي على استحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية؟ حابب أعرف حتى يتم تحجيم صلاحيات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. تعرف الرئيس الفلسطيني في آخر عهده كان رافض يعني للاستجابة للضغوطات الدولية، وبالتالي لابد أن يكون هناك تحجيم. إذا أسهل طريقة للتحجيم قبل ما يتم تنفيذ عملية الاغتيال للرئيس الفلسطيني من خلال استحداث منصب رئيس وزراء، وهو لم يكن ضمن البنية المؤسساتية للسلطة الفلسطينية. تم استحداث منصب رئيس الوزراء لتقل صلاحيات الرئيس الفلسطيني، لكنه خلق حالة من الصراع داخل المؤسسة الفلسطينية. أنا هلا هذا سقفي الآن بالنسبة لها أسئلة يعني عن أطروحات ما الذي يجب عمله. وبصراحة نحن كأكاديميين وكباحثين في هذا المجال لو كان لدينا إجابة حاسمة على ما الذي يجب عمله لكنا يعني صناع قرار ولسنا مدرسين في هذا المحاضرة. لكن على أي حال برأيي إنه الأساس أن يكون هناك إجابة فلسطينية حاسمة، ما الذي يريده الفلسطيني. تعرفوا أنا يعني هون في هون سؤال بضل يتكرر، أنا راح أجاوبك عليه أستاذ فيصل، إنه هل من الممكن الطعن قانونيا في اتفاق أوسلو؟ يمكن من زاوية إنه من وقع اتفاق أوسلو من أين امتلك الشرعية التمثيلية للشعب الفلسطيني. معنى هل هناك انتخابات جرت في ميم تافا لنقول إن الشعب الفلسطيني خول قيادتها للتنازل عن جزء من الأرض وما إلى ذلك. هذا الأساس الجوهري، ويمكن أن تتوجه إلى يعني أنت اسمك فيصل أحمد المبارك، عندنا شخصية قانونية أتوقع الدكتور أحمد مبارك الخالدي، ربما ما لا أعرف إذا لك علاقة فيه، يمكن أن تتوجه إليه من الناحية القانونية بالسؤال. على أي حال ما يحتاجه الفلسطيني الآن هو أن يجيب إنه لدينا نقطة بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، نقطة النهاية هل نريدها التحرير أم نريدها 67؟ لأن وفقا للهندسة الفراغية لا يمكن
الوصول إلى بين نقطتين إلا بخط مستقيم واحد. هل كيف نصل إلى هذا الموضوع، سواء كان بمفاوضات، سواء كان بمقاومة عسكرية، سواء كان بمقاومة شعبية، كل الطرق يمكن أن يتم استخدامها. وهنا أريد أن أؤكد أن المشكلة ليست في التفاوض، المشكلة في على ماذا نتفاوض. ما هي توقعات الانتفاضة الحالية، استمرار أم غيره؟ الانتفاضة الحالية الفلسطينية انتفاضة لها يعني هون بس عشان أشرف البطة حكى سؤال ربما يكون مستفز، الأكاديميين الصهاينة هم من يضعوا الخطط، لماذا لا يكون للفلسطينيين؟ لأنه ببساطة الأكاديمي الصهيوني يستدعى من قبل صانع القرار الإسرائيلي من أجل المشاركة في صنع القرار ويحصل على المعلومات اللازمة من أجل التحليل. أما نحن كأكاديميين فلسطينيين وعرب ممن لديهم وجهات نظر قد لا يرتضيها بعض النقطة، نستثنى ولا يمكننا الحصول على المعلومات، والتحليل بدون معلومات هو ضرب في المندل. أعود إلى السؤال عن ما الذي عن الانتفاضة الفلسطينية الحالية. بالنسبة للانتفاضة الفلسطينية الحالية هي انتفاضة بسمات مختلفة عن الانتفاضة الأولى والثانية، سماتها أنها متفاوتة زمانيا ومكانيا ومتفاوتة في حدتها، بمعنى كل فترة سنشهد موجة من المواجهات ومن ثم فتور، وهذا لا يعني انتهاء الانتفاضة بقدر ما يعني إعادة تجديد للمواجهة، لأن المواجهة الحالية برأيي أصلب وأقوى من المواجهات السابقة، لأنه تعطي الفلسطيني نفس أقوى للاستمرارية، لأن حالة الضغط الشديد التي واجهناها في الانتفاضة الفلسطينية الثانية هي التي أفقدت الانتفاضة في فترة من الفترات الحاضنة الاجتماعية الضرورية واللازمة لاستمراريتها. هل السلطة كان الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية، فهل عدم وجودها أفضل؟ لو كان هناك خيارات فلسطينية أخرى بالتأكيد كان يكون أفضل من الوضع الحالي يعني، لكن مشكلتنا ليست في أوسلو، مشكلتنا ليست في أوسلو فقط، مشكلتنا في انعدام الخيارات الفلسطينية من قبل نخبة ميم تفا. يجب أن يكون هناك اطروحات. يعني هنا أنا أستحضر كلام محمد الشتية وهو رجل له مكانته في حركة فتح وميم تفا، إنه قال نحن ننزلق الآن إلى خيارات جديدة. هون أنا يعني أريد أن أسأل، ما الذي يدفعنا إلى أن تكون كل خطواتنا عبارة عن انزلاق؟ انزلقنا إلى أوسلو ومن ثم الآن ننزلق إلى خيارات جديدة، متى سيكون للفلسطيني قدرة على أن يبادر؟ مرة أخرى حين نقول نحن كأكاديميين لا يمكننا أن نقدم أطروحات واضحة، لأنه نحن كأكاديميين فلسطينيين وعرب مستثنين من الدوائر المقربة من صنع القرار، وهذا الأمر يختلف عن المجتمع الصهيوني والمجتمعات الغربية التي تجعل من الثينك تانكس جونز جزء لا يتجزأ عن عملية صنع القرار. أنا أعتذر عن إمكانية الإجابة عن أي أسئلة أخرى لالتزامي بأمر آخر، لأنه الاتفاق مع الأكاديمية على أنه الساعة 8 تنتهي المحاضرة، بدأت الساعة 6، نحن الآن ساعتين يعني أمضينا 2:05. أنا سعيد جدا بوجودي معكم، ستكون لدينا محاضرة أخرى عن استراتيجيات التفاوض، لذلك لا تستعجلوا بالحديث عن المفاوضات، سيكون هناك لقاء آخر لنتحدث بالتفصيل عن استراتيجيات التفاوض.